نسبة كبيرة من المدرسين نظرا للمستوى المعيشي لجأت لهذا الملجأ، ولكن أعتقد إن زيادة المرتبات هتحد من هذا الموضوع. والله إحنا البلد خدت خلاص على الدروس، يعني إحنا خلاص حتى لو بيشتغلوا برضو بياخدوا على الدروس. هو احنا ممكن نعمل كده بس مش لازم نعلي المصاريف قوي، يعني ممكن نعليها حاجه بسيطه بحيث برضو المدرسين ياخدوا حقوقهم والغلبه تتعلم، مش لازم نعليها تبقى بألوفات زي الكليات الخاصه والجامعات الخاصه والكلام ده. المدرسين عاملين ياخدوا خلاص، هم حتى مش بيبصوا لو العيال بيتعلموا كويس ولا لا، ودي طبعا حاجه غلط. طلبه مش بتذاكر الا اذا اخذ الدروس، فما فيش حل غير ان هو ياخد درس خصوصي، فبيضطر يستجيب للجشع بتاع المدرسين. لا هو ما فيش جشع، يعني المدرس من دول بياخد كام مرتب؟ مرتبه مش مكفيه عشان كده بياخد. عنده ولدين مش عارف ادخلهم، مش عارف اعلمهم، مش عارف اديهم دروس في السنه 5 ابتدائي، مش عارف اديهم دروس، ولو حتى خدوا دروس واخده بال حضرتك اقل ماده يقول لك 100 جنيه اقل ماده. طب منين انا لما اكون انا موظف هجيب لعيليه 1000 جنيه في الشهر؟ دلوقتي كل مدرس عايز يخش البيت ويشرب وياكل وياخد فلوس.